ابنك مهندس بني. نعم. حبيبي كيف حالك؟ طيب؟ تفضل. كويس. الشباب شفت الحمد لله معنوياتهم مرتفعة عالية، مثل تعرف النادي فيه مفاجآت وكذا، لكن عاد ما نستغني عن كنت صاحب الأيادي البيضاء ودائما يعني ابن الوطن البار اللي يخدم وطنه. اليوم عيد لنا الاهالي القواره والنادي، تشرف نشكركم سمولا لي اهالي القصيم بشكل عام، فرحانين من مفرحه احنا مجيكم. الله يسعدكم يا ميرنا الوافي، سلام وتحيات تنساق من نفس تروم المعالي، لعلها توفي رفيع المقامات، النادر اللي فارق بكل حالي، جده معزي كل فعله مروات، وحد شتات القوم عقب الهمالي، جبل حسن ارتقى بالثروات، غير الجنوب وغير جمع الشمالي. انا شدن حي حي ولا مات، يا كيف مات ونسله ابن طلالي، من السعود اهل السطر والمهمات، اهل الوفا والطيب ذول الرجالي، اللي لهم تاريخ واضح ووقفات، محاضر راقي وفيها الجمالي. حنا ورثنا الحب ويض الولاءات، لأهل الحكم من دون شك وجدالي، يشهد على ما قول رب السماوات، المرتجى نساله حسن المآلي. يا ميرنا يا ميرنا، نشكرك باسم الرياضات، حيث ان دعمك ظاهر بالمجالي، نادي القوارة يفتخر فيك بالذات، لأنك سمي المجد شخص مثالي، يثمر ونجني دعمكم بالبطولات، ونحقق اللي كان بمس محالي، وزيد من هذا التلاحم والإثبات ضد العدو واللي يريد القتال. يا دار يا دار، لا هنتي ولا هنت بالذات، ولا هان سلمان العزم والمعالي، واختامها قولوا عليها الصلوات، نبينا اللي شاف عن بالوصالي. الله يطول عمرك. شرفتك شرف أول العمري. عبد الحكيم الحربي، سعد عبد الله الطهيمي. شكرا. منسوب لنا. صور صور.